وخطوب يعتدلوا وتراص ويرحمكم الله يتم الصفوف الأولى فالأولى. الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم. الله أكبر. 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 الحمد لله واجب الوجود الغني عن الصاحبة والأمان والجنود المفتقر إليه كل والد ومولود أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعم به من كل موجود وأستغفره وأتوب إليه وهو الغفور الودود وأشهد أن لا إله إلا الله هو وحده المعبود والمقصود أخذ على بني آدم بذاك المواثيق والعهود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تقرب إلى الله مؤمن بالنسك والركوع والسجود وما ارتفع لدين الله أعلام وبنود الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها المسلمون والمسلمات لقد خلقنا الله لعبادته وأوجدنا لطاعته فهدانا برحمته لشريعته ووصلنا بحبله وطريقته وشرع لنا من العبادات ما إليه يقربنا وجعل لنا من العادات ما تدوم به حياتنا ويستمر نوعنا فحياة هذا الكائن البشري حياة فريدة ورسالته في هذه الحياة رسالة عزيزة فهو إما في عبادة وقربة وإما في عادة وغرفة فإذا كان في عبادة فهو عبد يؤله إلها ويتعبد خالقا وإذا كان في عادة فإنه يعطي نفسه حقها ويسعف بشريته بنصيبها وهكذا فالحياة يدور فيها الإنسان بين العبادة والعادة أما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما أمر به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تقربا إليه تعالى وابتغاء لثوابه وأما العادة فهي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها والعبادات تتميز عن العادات بأمور وهيئات فالأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يقوم دليل على مشروعيتها وكيفيتها توقيف من الله والقيام بها يحتاج إلى قصد ونية ولا حق للعباد في أن يسقطوها لأن الله كيفها مع أوضاع المخلوقين أما العادات فالأصل فيها الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع وهي مألوفة بين الناس بحكم الاعتياد ولا يحتاج إتيانها إلى نية وبإمكان العباد أن يسقطوها إذا تواضعوا على ذلك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عباد الله، غير أنه مما ابتلينا به في حياتنا المعاصرة وأجيالنا المتلاحقة تحول كثير من العبادات والقربات إلى طقوس وعادات. ها أنتم الآن في الصلاة، والكثير منكم يحمل الهاتف في يديه يسجل، فهل هذا يتوافق مع القربة والطاعة؟ وشتان ما بين العبادة والعادة، فالصلاة قربة ربانية وصلة روحية ومعراج يومي يلتقي فيه العبد بربه من غير استئذان، ويدخل فيه المولى على سيده بلا ترجمان. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. لكن لما كانت الصلوات متوالية خفتت عند بعض النفوس جدتها وبهتت حرارتها حتى أصبحت سلوكا يوميا معتادا يأتي به صاحبه من غير شعور بلذة العبادة، ويفعلها بصورة آلية لا روح فيها. والصيام بوصفه عبادة يتقرب فيه العبد إلى الله بالكف عن جميع المفطرات وشغل الجوارح بالذكر وأنواع القربات وكبح جماح النفس والهوى، وغايته الوصول إلى التقوى بغض النظر عما أكل في السحور أو عما سيعد في الفطور. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن إذا جعلت المقصد منه أن تمتنع عن الأكل والشرب فترة لتنهال عليه بعد ذلك بشراهة، وصرت ترتب أمر السحور والفطور بأدق التفاصيل وتهيئ لهذا ولهذا من كل نوع وقبيل، وجعلت نهارك نوما وليلك سهرا، وشغلت وقتك فيه بتتبع ما يبث من أنواع الأفلام والمسلسلات وسيء الأسقام، فقد حولت الصيام من حيث لا تدري إلى عادة الغاية منها تنظيم وقت الأكل ليس إلا. والحج خامس أركان الإسلام، فإذا دخله المؤمن بحسن القصد والخشوع وبمطلق التسليم والخضوع، ورآه فرصة العمر لاستدراك ما فات وإصلاح ما هو آت ومحو ما اسود من صفحاته بالذنوب واستمطار رحمات العفو والمغفرة من علام الغيوب، فإنه قد فهمه عباده. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إن رأيت الحج رحلة سياحية لأخذ الصور والذكريات وتسجيل المقاطع مع القرناء والقرينات في مختلف المشاعر والمزارات، فإنك حولته إلى عادة تمضي ولا تترك أثرا في النفس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون والمسلمات، وهذه الأعياد التي تدور علينا عبادات نشكر فيها العزة والجلال على من أسدى من جزيل النوال، ونتقرب إليه بما شرع من الطاعات، ونفرح بما هدى إليه من القربات والصلة والإحسان إلى عموم المخلوقات. فإن فهمها العبد هكذا وتقرب فيها بما يسر المولى فإنها عبادات صحيحة
قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وإن جعلنا الأعياد فرصة للافتخار المذموم والسباق المحموم والتنافس المفضوح، ولم نر فيها معنى للتقرب والطاعة، فقد جعلناها عادة اجتماعية وربما تكون معصية. وهذه الأضاحي التي شرعها لنا المولى هي قربة من القربات وطاعة من الطاعات، يتقرب المؤمن إلى الله بذبحها في هذا اليوم المبارك تنفيذا لأمري وامتثالا لشرعي وتأسيا بخيرة رسلي وشكرا لنعمتي واعترافا بتسخيري. فمن استطاعها ذبحها واطمأن قلبه بذلك، ومن لم يقدر عليها نواها بقلبي ورضي بما قسم الله. فإن فعلنا ذلك فنحن نراها عبادة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكنها اليوم غلبت عليها عند الكثير صفة العادة على قربة العبادة، فجعلنا هذه الأضاحي وسيلة للتنكيت والفكاهة وآلة للتبختر والسفاهة وسببا للطعن واللمز والهمز والغمز، تملأ أسماع الناس لشهور وتتردد على ألسنتهم لأسابيع، يتباهى بها الأغنياء ويتكلفها الفقراء، وتتشتت أسر بسببها، ويقوم الشنآن بين الإخوة بها، وربما تزهق فيها أرواح وهيجت وسائل التواصل ذلك. فكلما اشترى شخص كبشا لا تطمئن نفسه حتى ينشر صوره للناس، فانزاحت عنها صفة القربة وانضافت إلى العادة. بل إنها مع هذه الطامات المذكورة من أقبح العادة، ولا مبالغة إذا قلنا إنها من شر المعاصي. قال ابن الحاج وهو يصف حال أهل المغرب من زمان: وإذا قلت للفقير من أهل المغرب لما تتكلف الأضحية وهي لا تجب عليك، يقول: قبيح من الجيران والأهل والمعارف أن يقولوا فلان لم يضحي. قال: فصارت هذه القربة بالنظر إلى فعلها وتركها مشوبة بالنظر إلى الخلق وتحسينهم. أي إن الإنسان لكي يدير هذه العادة الغرض ديالو هو يشوفه الناس، واش يمدحوه ولا يقدحوه فيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا يصدق هذا القول الذي قاله ابن الحاج منذ ما يزيد على 700 سنة على حال كثير منا اليوم؟ بل ازداد سوءا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 الحمد لله كما أمر، والشكر لله المتكفل بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واقتفى الأثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، لا شك أن كثيرا منا اليوم يفتقد الإحساس بلذة العبادات التي يباشرها، ولا شك كذلك أن هم كل واحد منا هو كيف يستشعر لذتها، وما هو السبيل إلى بلوغ الإحساس بحلاوتها. فمما يعينك أخي المؤمن أختي المؤمنة على بلوغ التلذذ بالطاعة واستدامته مجاهدة النفس على استحضار نية التقرب دائما في بدايتها. إذن لا الإنسان يجاهد النفس ديالو فيما بغى يدير شي عبادة، في الأول ديال هذيك العبادة أن يستحضر نية التقرب. ما هو الغرض ديالك منها؟ أن تتقرب إلى الله. لا بد من مجاهدة النفس باش الإنسان يولف هكا، ثم استشعار حضور الله معك فيها ومراقبته لك. المؤمن من اللي غيدير شي عبادة دائما أن يستشعر حضور الله معه ومراقبته له، والمصابرة على الإتيان بها على أكمل وجه. على المسلم أن يتحرى الإتيان بالعبادة على أكمل وجوهها باش تكون عندك اللذة ديالها. فمع المصابرة والمجاهدة يبلغ العبد المأمور. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أحد السلف: جاهدت نفسي على الخشوع 20 سنة، يعني 20 سنة هو كيحاول باش يكون مخشع في الصلاة ديالي، ثم وجدت حلاوة ذلك 20 سنة. وقال آخر: كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها باقي عمري. ومما يعينك أخي أختي على استحضار والإحساس بلذة العبادة استحضار الآمر بها وهو الله جل شأنه، ثم تصور الأجر الذي وعدك الله به عليها، ثم تعرف الثمار. ما هي الثمار التي ستجنيها من تلك العبادة؟ ثم تنويع العبادات التي يقوم بها المسلم. إذن هذه أمور تساعدك على الإحساس بلذة العبادة، فجاهد نفسك على ذلك. فما أقبح أن تتحول العبادة إلى عادة تفقد معها معانيها ومغازيها وثمراتها، فذاك تدني في العبودية. إذن هذا قبيح، ولكن ما أحسن أن تتحول العادة إلى العبادة. إذن لي مطلوب من المسلم ماشي يحول العبادة ديالو إلى العادة، العكس، أن نحول عاداتنا إلى عبادة، فذاك ثبات في السلوك وازدياد في الترقي.
الربانيون أيها الإخوة الكرام يجاهدون أنفسهم لتصير عاداتهم عبادات. كيف ذلك؟ انظروا، فإذا أكلوا، الأكل هو من العادات، كي تحوله إلى عبادة ماذا يفعلون؟ يستحضرون النية الصالحة في الأكل. ما هو غايتك من الأكل؟ هل هو فقط الشبع؟ إذن يستحضرون التقوي به على الطاعة والاستعانة به على نفع الناس. وإذا لبسوا اللباس من العادات، لكن لتحوله إلى العبادة تستحضر عند اللباس القصد الحسن، وهو أن تستر عورتك وأن تتزين للصلاة وأن تتزين لملاقاة إخوانك وأن تظهر نعمة الله عليك. إذن بهذا تحول اللباس إلى عبادة، لا تقصد به التعالي والتفاخر على الناس. الربانيون كذلك إذا ناموا يحولون نومهم إلى عبادة. كيف؟ ينوون به الاستراحة لتقوى أجسادهم على أعمالهم، فيكون نومهم لهم عبادة، وهكذا تكون جميع أعمالهم عبادات يعيشون فيها دائما بالنية ويستحضرون عند الشروع فيها القصد الحسن. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا أتى أهله يحسب له ذلك من الصدقات، مع أن هذه عادة وهو يقضي شهوة، ومع ذلك يحسب له صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوتان ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن أتى أهله وهو يقصد التعفف عن الحرام فإن ذلك من الحسنات. أما غير الربانيين فإنه يغلب جانب النفس حتى في العبادة، فتكون عبادته عادة. فارقوا يا عباد الله بعاداتكم إلى المراقي العالية، واحذروا أن تجعلوا عباداتكم عادات فانية، وقد ظهر لكم أن النية لها دورها الأكبر في تحديد طبيعة كل ما نزاول من الأعمال. ومصداق ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن جميل لطف الله أن هذه النية مستورة ومحلها القلب، وذاك لا يطلع عليه إلا الباري جل شأنه، حتى لا يتكابر أحد على أحد، وحتى لا يفسد أحد على أحد. فإذا صلحت نيتك فيما تأتي من العبادات على وجهها الشرعي وفيما تباشر من العادات، فلا عليك من كلام الناس. لكن إذا فسدت نيتك فلا يغرنك ثناء الناس، بل أدرك نفسك قبل الفوت. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولا تدنسوا أفراح عيدكم بالمعاصي، بل عليكم أن تفرحوا وفق شرع الله. فلم يكن فرح المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم فرح بطن تستباح فيه المحرمات وتنتهك الأعراض ويتمرد فيه على معنى العبودية. واعلموا رحمكم الله أننا أحوج ما نكون إلى مثاقيل الحسنات، وأغنى ما نكون عن المعاصي والسيئات، وكتاب الله يحصي ذلك كله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم زينوا عيدكم بصفاء القلوب والمخبر كما زينتموه بحسن الثياب والمظهر، ولا تجعلوا الأضحية التي هي من شعائر هذا الدين سببا يلمزكم به الناقمون عليه، بل حافظوا على النظافة فإنها تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. ثم احمدوا بارئكم واشكروه على ما هداكم، وصلوا بالبر أرحامكم وبالإحسان جيرانكم وإخوانكم، واسألوا الله الخشوع والثبات والعبودية الصادقة والإخبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرفها إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرفها إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن السادة الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أزواج النبي الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم بعفوك وإحسانك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق من وليته الأمر في هذا البلد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك الكافرين. اللهم أسبل عليه رداء الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده مولاي الحسن، وصلوه مولاي رشيد، وبسائر أفراد أسرته الشريفة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة الأمر في بلاد الإسلام، ووفقهم لتحكيم شرعك واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم وفقنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأرض المباركة فلسطين، اللهم شد أزرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم. اللهم تولهم بلطفك وعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الكفار على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل الكفار على المؤمنين سبيلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حجاج المسلمين، اللهم أعنهم على أداء مناسكهم كما يرضيك،
وردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم تقبل ممن حج فيما مضى ولا تحرم من بقي من ذاك المقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المجمع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا إلا أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض إخواننا يوصونكم بالدعاء لمرضاهم ومصابيهم، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم فرج ضائقتهم، اللهم فرج مرضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وفي فيك رجاؤنا وأنت معقد الأمل والرجاء. اللهم يا ربنا فإياك نسأل ولإحسانك نتعرض، وما عندك من خير نطلب، فأقبل بوجهك الكريم علينا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم استجب لنا ولا تردنا خائبين يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تعم بالفرحة إخواننا في سائر بلاد الإسلام، ونسألك أن تعم بها بلدنا، وأن تعم بها إخواننا، وأن تعم بها سائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل هذا العيد أمنا وبردا وسلاما علينا وعلى سائر إخواننا في جميع بلاد الدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.